بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم ازاي نعمل ملف اكسل نعمل بيه كاليبريشن كيرف او منحنى المعايير. اولا، كل الصناعات في الدنيا اللي في الصوره دي واكتر كمان بتستخدم في معاملها اجهزه للقياس انسترومنتال اناليسيس، وكل الاجهزه دي هي اجهزه الكترونيه، فتفهم اشارات كهربيه، تفهم سيجنال كهرباء. منحنى المعايير هو علاقه ما بين اللي بيفهمه الجهاز والتركيز اللي انا محتاج له. ناخد على سبيل المثال جهاز الاسبكتروفوتومتر، وده جهاز بيحول امتصاص الضوء الابزوربانس لتركيز. فالجهاز بيفهمه سيجنال الكهرباء بتفهمه هو امتصاص لدرجه امتصاص الضوء. هناخد مثال حقيقي لعمل كاليبريشن كيرف للنترات في الميه. اولا، انا بحضر ست من الستاندردز بتركيزات محدده، وليكن زي ما هنا في المثال بدات من ما فيش خالص لحد 1 مللي جرام في العينه اللي هتتقاس. هبدا ادخلهم على الجهاز واشوف الابزوربنس الريسبونس بتاع الجهاز. عاوز احول دوت لكاليبريشن كيرف عشان استخدمه بعد كده في حسابات التركيز. لما تيجي عينه مجهوله التركيز ادخلها على الجهاز، احول الابزوربنس اللي بيفهمه الجهاز الى تركيز اللي انا محتاج له. هعمل ده ازاي؟ هعلم على الست بتاع الداتا اللي هو الكونسنتريشن والابزوربنس، وادخل على انسرت. في الشارتس هختار شكل سكاتر زي كده، واروح معلم على نقطه واحده من هنا، هيعلم على كل النقط بتاعه الكيرف. كليك يمين، اختار اد ترند لاين. العلاقه لينير زي ما احنا شفنا، فهختار لينير. بعد كده زي ما احنا شايفين هنا في التركيزات، انا عاوز التركيز صفر، الابزوربنس بالنسبه لصفر، فانا عاوز ارغمه ان الانترسبت يكون صفر، ما فيش اي انترسبت، فالانترسبت سيت انترسبت اعلم على دي، وخليه يحط لي الايكويشن عشان استخدمها بعد كده في حساباتي، وخليه يحسب لي الار سكوير لان دي علاقه لينير ريجريشن. كده بقى عندي كاليبريشن كيرف كامل وممكن استخدمه في حساباتي. هنبدا نحط الشارت كومبوننتس زي التايتل والاكسس، وده بنجيبه هنا في النسخه دي من الاوفيس من اد شارت اليمنت. من هنا بنحط الاكسس ومن هنا بنحط التايتل، ونكبر الفونت شويه عشان يبقى واضح. الايكويشن قدامنا، الواي في الحاله بتاعتنا اللي هي الابزوربنس بتساوي السلوب اللي هو 1.243 في الاكس اللي هي الكونسنتريشن. عاوزين نحول ده للابلكيشن اللي انا محتاجه. الار سكويرد ممتازه، قريبه جدا من 1.3 ساعات، فده يقول ان الكاليبريشن كيرف اللي معمول ده كاليبريشن كيرف كويس جدا. نحول دوت للي احنا محتاجين له بعد كده الحسابات الفعليه او المنتج النهائي. اللي انا محتاج له الابزوربنس اللي هيقراه الجهاز، والملي السامبل او الفوليوم اللي هاخده عشان هشتغل بيه العينه. خلي الفوليوم هنا بالملي، والابزوربنس ملوش وحده، غالبا بيبقى الكونسنتريشن هيبقى في حاله زي حاله الكيرف دي. ده احنا بنقيس في ميه، فيبقى ملي جرام بالليتر او مايكرو جرام بالليتر. نخلي برده هنا اليونت، ونديهم فونت كبير شويه، ونخليهم كلهم بولد، وندي لون مختلف برده كده. فرقت كتير. الكونسنتريشن هو اللي هدخل فيه الحساب بتاعي. الكونسنتريشن زي ما احنا شايفين في الكيرف هنا بالملي جرام، وهو في الاكس اكسس. الايكويشن بتقول ان الواي بتساوي السلوب في الاكس، فانا محتاج الاكس فهيساوي الواي اللي هو الابزوربنس في مقلوب السلوب، او الواي على السلوب. فاذا الكونسنتريشن هيساوي الابزوربنس على السلوب. السلوب ممكن ادخله كده بايديا، 1.2 1.2 4 3 4، لحد كده انا بحسب ملي جرام زي ما الكيرف معمول بالظبط. طب انا عاوز احوله للملي جرام بالليتر، ولحد دلوقتي زي ما خدنا بالنا في الايكويشن هنا ان انا ما دخلتش الملي خالص. عاوز احول الملي جرام لملي جرام بالليتر. بكل بساطه انا هدخل هنا، هفتح قوس وهضرب تحت في الملي. ضربت في الملي تحت معناها ان انا قسمت الابزوربنس على الملي، ولكن الوحدة بالنسبة لنا مفروض ملي جرام بير لتر مش بير ملي لتر، فهضرب فوق في 1000. الألف اللي فوق دي هي عبارة عن ايه؟ قسمة الملي على 1000 عشان احول من ملي لتر الى لتر. كده المعادلة جاهزة. ناخد مثال، وليكن انا كان معايا 5 مللي سامبل، لما اشتغلت على الجهاز قرالي 1/10 ابزوربنس. التركيز النهائي هو 16 ملي جرام بير لتر نيتريت.